خليل، نحن في شيء مشترك بيناتنا ولازم تتضح ملكيته لواحد منا. صح، كمال وقتك. أنا من عندي كل شيء سليم. وأنا من عندي كل شيء سليم. بس يا دكتور، أنت ضليت فترة طويلة بدون أولاد. بكيفي، أنا ما كان بدي أولاد. وبكيفي بدي أشوف التقرير بعيني. كل شيء له سعر. صح، كل شيء له سعر. وين سارة؟ طلعت ميلادية على الضيعة. طيب نطلع لعندها؟ بحكي معها بشوف شو بتقرر. خليل، انت كيفك تعيش بهالوساخة هاي؟ لأنه في أمثالك سامي بيك. تفضل دكتور، هذا شيك بخمسين مليون ليرة. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.